وللمزيد مشاهدينا من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية يعني ضعنا في صورة آخر أخبار هذه الفعاليات في العالم العالمين من العالمين الجديدة. تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لحالة الاستعداد التي تشهدها أغلب شواطئ وسواحل مدينة العالمين الجديدة وعدد من المناطق المقام عليها فعاليات وأنشطة وأيضا العديد من المنافسات والتحديات الخاصة بمهرجان العالم عالمين. نتحدث عن فعاليات متنوعة كما ذكرت في عدد من المجالات، يعني تستعد منطقة أرينا العالمين أيضا لانطلاق عدد من حفلات لأشهر نجوم الوطن العربي، انطلقت من قبل للفنان تامر حسني، وخلال هذه الأيام المقبلة هناك عدد من الاحتفالات الخاصة بحفل الفنان أحمد سعد والفنان نانس عجرم والفنان راغب علامة. أيضا لو تحدثنا عن الشواطئ التي استعدت بشكل كبير لانطلاق عدد من المنافسات الرياضية، نتحدث عن رياضة البادل التي تنطلق لها عدد من الأنشطة والمنافسات بسواحل وشواطئ مدينة العالمين، وأيضا سباق الترايثلون السباق الثلاثي الأولمبي الذي سوف ينطلق العديد من الفعاليات الخاصة به على شواطئ مدينة العالمين. أغلب مناطق مدينة العالمين تستعد بشكل كبير جدا خلال نهاية عطلة الأسبوع أن تكون هناك عدد من الفعاليات الكبيرة لتشكل عنصر جذب كبير للمصريين وغير المصريين من الأشقاء من الوطن العربي للقدوم إلى هذه المدينة. وكان لنا العديد من الجولات خلال الأيام السابقة ومع ساعات الليل الأولى مع عدد من المصريين المقيمين في الخارج وأتوا إلى مدينة العالمين بشكل مباشر لقضاء هذه الأوقات من الأجازة الصيفية وسط الاستمتاع بأجواء مهرجان العالم عالمين وأيضا الفعاليات المتنوعة في تجربة سياحية ترفيهية غنائية وموسيقية ورياضية أيضا بتشهدها سواحل وشواطئ وأيضا عدد من المناطق الخاصة بمدينة العالمين الجديدة من خلال مهرجان العالم عالمين في 45 يوم من الاستنفار من الاستمتاع من الإبهار سواء في مجال الرياضة مجال الفن مجال الموسيقى. نعم. وأيضا المجال الثقافي في عدد من المجالات تجربة كاملة في مهرجان. نعم. العالم عالمين. عودة ليك. نعم رأيي بشكل عام يعني درجات الحرارة ماذا عنها هناك؟ إذا تحدثنا عن درجات الحرارة ربما في صباح اليوم تكون معتدلة مع ساعات الظهيرة تكون هناك شمس بشكل كبير ودرجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل ما، لكن مع الاقتراب من السواحل بتكون في حالة من الأجواء اللطيفة من الهواء مع وجود حرارة للشمس، لكن مع ساعات الليل الأولى تبدأ الجمهور ويبدأ المواطنين القادمين إلى مدينة العالمين في النزول إلى الممشى إلى المتنزهات إلى أيضا الشواطئ للاستمتاع بهذه الأجواء. درجات الحرارة هنا يمكن في ساعات الظهيرة فقط تكون مرتفعة بشكل كبير، لكن مع ساعات الصباح الأولى وساعات المساء الأولى من الليل بتكون هذه الدرجات بشكل لطيف ما يتيح فرصة كبيرة جدا لكل الجمهور للخروج إلى المواقع المختلفة سواء الشواطئ أو السواحل أو أيضا الممشى الخاص بمدينة العالمين الجديدة للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة هنا. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة رامي محمد. أشكرك شكرا جزيلا.